غبنا كتير كتير قولي كتير دارك. طيب ماشي، قبل ما نبدأ تنسوش تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب وكومنت وزر الاشعارات كل جديد احنا بننزله. وبس خلونا نبدأ. تمام، هل انت في هنا ممنوع سجلنا في عنا هنا لوحة كبيرة هل فيها كلمات متقاطعة؟ فشاهدوا جنا كل واحدة حتى معاها 30 ثانية تدور على كلمة، وكل ما تلاقي الكلمة رح نعطيها الهدية. يعني مثلا لقت كلمة الهدية طبعا حتكون حسب الكلمة اللي لقيتها. الكلمة رح نعمل حجر وانا وقص عشان نشوف مين بده يبدأ. واحد اثنين ثلاثة. انا حابة هلا انت شاهد رح تضلها برجة الحنان ضلك هيك شوي رح نحط 30 ثانية ونشوف اذا بتقدر تطلع كلمة ولا لا. يا رب فوز. مش حيطلع. واحد اثنين ثلاثة يلا. بسم الله بسم الله بسم الله يا رب. مش تشلفي ايه قاعدة ليه قاعدة هيك تطلع لك قاعدة تجربين؟ ايوه فزت الله فزت الله تجربين. لو ربحتها فضولك معك ليه؟ طيب حجرها هديتها ولا جربين فوزي؟ جربي فوزتي مبروك. فوزي جربين يا مبروك جربين يا ما تفوزي فزنا جربين. جاهزة لهديتك؟ المحكي معنا مليون دولار. واو مش المهم فوزنا. ايه سنة فوزنا؟ لا مش جربين للحلوين. حلوين هاي بكرة بتلوني على نفسهم. هلأ سلمى حتحط 30 ثانية جداد وحيكون لجاري. بس جنة لازم نطلع هيك عشان ندور شكل معي لها. يلا واحد اثنين ثلاثة بدأت. انا واثقة انه جنة جد فوز. جنة استني صواني. لا ها 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 شاي شاي ممكن كوبايه شاي يا فندم عشان اصحى. شاي انا جربت منك شاي. شاي ممكن الشاي طبعا راح نواجه سعد الشاي تبعها اللي هو شاي يونجا. المهم تفكرت كوبايه بالاخر يعني كمان مش جاهز. ايش نعمل لك؟ راح نعمل لحالك يعني فيش فيها شيء. جربينه شاي ايش مخبيين بعدين. كل واحدة اخذت جائزة. هلقيتها دور جنى رح احط لك كمان هلقيتها 30 ثانية رح ابدا. واحد اثنين ثلاثة ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وين تعال بدي جبس صحيح. ممكن جاجة جاجة ايش رن ممكن جوال رن ممكن ممكن رن يجري. يا ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد زيرو. I am انتهى الوقت. ما ليش دخل فيش شو واحد زيرو في جاج أكيد لا 30 ثانية جداد لإلي. واحد يا رب تخسر زلمة كترش ضعها كتير. واحد اثنين ثلاثة يلا حمد. نزلت ممكن هيك بس استني اجيب لك واحدة. انا عارفة انها هتخسر. لا الوقت بدي اعمل لك الوقت. يا رب يا رب يا رب تخسر. مش لاقية عنجد مش لاقية. لقيت ملي داخل ما فيش شمسي. اول ما خلصت هذا طلع هذا. قديش كان ضايل لك؟ كان ضايل لك اخر من ثانيه هيك احم الوقت الضائع. هاتي لي الهديه لو سمحتي. او انت فرحانه؟ شفتي جبنا. مبروك الف الف مبروك.
مش بعد الغياب انا اللي اخسر كمان يعني. بسم الله يا رب ادور على شيء حلو. لا ثانيه بس نحط لك 30 ثانيه وعد انت. يا رب ارزقني الاشياء الحلوه. واحد اثنين ثلاثه بدات. بسم الله والله ما فيش. مش هيك هيك ركزي واحده واحده عشان تعرف تلاقي شايل ايش تيم. علكة فزت 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 فزت. قلت لكم انا بخسرش يا جماعة. اه صحيح اثنين اثنين وراحت علي واحدة انا خسرانة. يعني انا فزت. علكة يا جلعة على اخر الزمن. هي طلع علكة جربي. طب ممتاز. 1 2 3 اجمع مبروك ربحتي معنا علكة مش عارفة بقديش. هذا بس بس تعالي تعالي و 30 ثانية جداد لأيدي. يا رب شو تخسر عشان بداتي؟ لا لسه. واحد حنبدأ بعد على الثلاثة. واحد واحد اثنين ثلاثة بدأ. بس يا جلع تخسر يا رب تخسر. جلع بينفع شيكا. لا في شي صار. نقود نقود. يا رب انت ايش بدك؟ ايش بدك؟ هو تأكدي من هذا بدك. نقود نقود جاهزة. بتعملش بشواكل بتعمل يا رب يطلع نص أجارة. دعمت جاهزة تقريبا استجابت. أكم أكم يا الله تعبانين يحطوك بحسابي بالبنك خايفة يتسرقوا يا جماعة من شكل. كبرك الحمد لله الحمد لله كبر الله ونفسي عليكم. أنا هلسه حيطلعلي عليك زي جنة. انا حيطلع لي عليك شحنه ان شاء الله. ان شاء الله يلا 30 ثانية زاد لجنى. واحد اثنين ثلاثة بدأ يلا. دوره منيح. ايش في؟ فيش اشي وحيد امه. فيش اشي عارفها انا. متضايقش وقت الكلام ركزي حتعرفي. انا موضحين شكلها بضحك. ابدي سطر سطر عدي خلص. شو ايش؟ شوكو؟ شوكو شوكو. لا غلط. شوكو اش؟ لا 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 فش خلاص. انت لقيت شوكو. طب ليه عشان تصير شوكولاتة؟ شوكولاتة. يلا احسن من شوكو. صح صح شوكولاتة. بس انا مش همزة قطع. انا وائل شكلها غلط. جاهزة جيجة؟ مفاجأة كثير حلوة. 1 2 3 سنيكرز لجنى. يس بس احسن من الاثنين. شكل صرتي حمشة اكثر من شكل. بس تنتين زيها. هاتي القلم. بدي تنتين زيها. 30 ثواني جداد لشهد. واحد اثنين ثلاثة. جنى اقعدي شوي عشان تخليها انت انا عارفه. لا انت خليكي مش عارفه خليكي ما توثقيش قوي كده في نفسك عشان انا فوزت. عشان انا عن جد فوزت. ايش؟ مصاصه. مصاصه يا رب ما تكون اللي ببالي. 1 2 3 ما استخسرناش فيك وجبنا لك من الكبيره الذاكره. واضح واضح كرامات يا رب. حتى انا مش عارفه افتح. 30 ثانية. واحد اثنين ثلاثة يلا. منظرها بيضحك اكثر من اللعبة. ايش؟ ساعة. ساعة بال ساعة كاملة. كاملة. ايش الغلط؟ لا صح. ساعة ايش؟ ليش بتحدد النص الكلمة بتيجي معك؟ لا إنه أنا ساعة ساعة تقريب. إني حشم كروني. الوقاية خير من العلاج. يلا ممتاز ممتاز. المهم فوزت اسمها. مش مهم الهدية. المهم إن أنا سبقتي بخطوة. هاي المهم. طيب يلا. يا رب تخسر شهد. 30 ثانية. واحد اثنين ثلاثة. يلا. انت شو بتحكي؟ سريع. معادلات خاصة لو سمحتي تدخلي شغل الابطال. واضح.
يا رب ما تشوف ولا عارف. يا رب ما تشوف ولا إشي يا رب. في جلادة في الموضوع؟ لا مش في إني خلص مشان. أها بس بدي شيء إياها. يعني يوم ما بحطك كمامة يعني. كمامة. برضه زي ما قلت ال من العلاج. الوقاية خير من العلاج زي ما تبغى. استني شكرا طائما وياك. شكرا. بس طبعا انا هاخذهم كمان ليش مكملين لبعض. شكرا كثير يعني دار يا رنا فوز دار الحق. 1 2 3 بدأ. ليش بتحط ايدها في تمها لما تجاوب؟ لا لو سمحت بتقربط اصلا. اه برضو كل واحد له تركته الخاصه لو سمحت. اسف والله بديش ادخل في بس يعني لو سمحت خصوصيه هاي للنجوم اللي زيكم الابطال. اه صح كلام. ايش نوتيلا. ايوه 1 2 3 حظ الدنيا يا جماعه حظ حظ شدت تتحسر قاعده. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. ما عرفت انا كده زعلت فعشان كده انا خلص كده يعني انا فزت كل مراحل فوز. ايش ما انت فاكرين انه شغل التايمر عشان فاكرين انه نوتيلا ايش قصدي. يلا شغل التايمر عشان نزلت تايمر ما خفي اعظم. 1 2 3 لازم الدوري يسد هزمة غير طبيعية. لازم تلاقي شايفة مع تراهن اذا عاد 10 ثواني ايش؟ حقيبة. هات الحقيبة. ايه حقيبة؟ جيب مي ذيس حقيبة. ايه؟ اعطيني الباج. اعطيني الباج انا طالعة مشوار دلوقتي فلو سمحت ما تتكلموش معي. لا بقى مع الشالة. شكرا. باي باي. تعالي انا معلش اكتر. معلش خيرها بغيرها يا جماعة. الشاي الشاي احكي في الصباح. يلا دور. انا عارفة حظي ولقيتها يطلع لي اشياء كتير حلوة. اه يلا 1 2 3 جو. طبعا انا محترمة. الصمت تبعها غريب اول مرة تصمت صح؟ لقيت خلص صمت. فشو لقيت شو؟ زجاجة. لقيت ايش يا جماعة؟ ريبيت. ايش؟ زجاجة. ليش تخبصي الدنيا ما انت كنتي صح؟ ليه ريبيت ما انت لخبطتينا. ايش؟ ليش انت بتطلع لك كلمتين؟ زجاجة عطر يعني قلت لكم الدنيا حظ يا جماعه. انا فكرت الدجاجه اللي هي الدجاجه. دجاجه دجاجه يوم ما يطلع لي دجاجه. الله يسامحكم انا بدت ازعل يا جماعه. دجاجه دجاجه انت ملاحظ دجاجه. اكيد معروف مين اللي فاز. اعطوني مساحه الشخصيه. ولك كده بتشغلي 30 ثانيه. مش مالك شغلي 30 ثانيه. عصبت عشان خسرانه. مش خسرانه انا سبقتي بخطوه. بس الاشياء تاعي خلص. انت بعديها يا ربي لا يدير اشياء جنى اعظم الصراحه. ايه تفيش جنى يصبح هيك غش يا جنى. معلش من غش جنى فليس من انت ليست منه. اوه ماي جاد لقيت شيء بس مش متاكده منه. ايش هو؟ يا رب ما يطلع صح. قلت لك الحاجات الصغيرة بتأدي إلى نجاحات كبيرة. Give me this. أمانة. هو ده اللي بحلم بيه. جنى لماذا نحن بس هنا؟ بس الأغراض اللي عندك. يلا بدي شو بدي إياه. والله يا أومي جاد. لا لا استني 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 ما تقربش عليا. هذا بتسوي بهدول؟ يا ابعدي عني عشان أنت مش مني. ابعدي عني. ابعدي عني. لا جنى قلبي هيتكسر. هذا قلت لك دائما ما تطعميش ما تطمعيش بالحاجات اللي غشاشة. انا ما حدا اللي ماسكها. يلا دورك. دورك يا جنى. دورك دورك يا جنى. هيك اللي طلع على شاهد هذا افضل شيء. تفضل يا جنى. عادي لا حظك عادي. الاكل مفيد للصحه. هذا بس بتعب العينين انا عارفه.
إذا بتقرب بضع وقتك من زمان يا جيجة. بتبدي بدون ما تقولي خلص. طيب دورك يا جنى بسرعة، حاولي تلاقي اشي بسرعة يا جنى. جنى بسرعة لاقي اشي. حرام خلص قلبني ضميري يا جنى. خلص ابعدي عني. هلقيت عشان جاي بسد مش حارف افوز ولا اشي. جنى عشرة. يلا بديش بتسعة. ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد زيرو. عشان جد بس مش حفوز اللي تقولي. هات القلم خذي. شكرا. شفتي؟ شفتي؟ يلا 30 ثانية لو سمحت. 1 2 أكيد هلقيتها شيء أكبر صح؟ أكيد هلقيتها خلص المهم الجديد صح؟ تحرجنيش أكيد سيارة مرسيدس لسه ما حلاقيها. يا رب ما تلاقي ولا حاجة يا رب. بكفيها التاب أصلا لو سمحتي. ايباد بكفيها. لقيت اشي بس هو صغير. شدنا لك الحاجات الكبيرة. روج روج صح. مش مشكلة عشان لما اتصور صورة بالايباد الجديد احطه. بدي اتصور صورة بالايباد الجديد عشان تفضلي. ثانك يو مع الصورة. او ماي جاد. والفلتر اه تطلع تطلع. انا اسوس عن جد. هيك بيكون الحظ. جنى تخافي منافسة كبيرة ضد شهد. عادي الروج. انا عندي جمال ترباني يا حبيبتي. تاني اشي هي الايباد بتاعي بالعينين. سبحان الله هلقيته صار بتاعي بالعينين يا جماعة. استنى بس ادورها كمان. بدا يا بسرعة. انا مش لاقية كمان. انا اخذت اللي بدي اياه اصلا. هيك اذا بتقول انه التحدي بعطيك النقطة اللي خسرتيها. يا سلام. اه والله ايش داير؟ والله من هلاقي كمان. اه صح انا سبقها بنقطتين. خلينا ما ننساش. سيدنا فيش اشي. خلصوا الكلمات. لا دوري. مع الوقت سبحان الله مناكير. عارفه اني حفوز انا بس كنت هيك يعني. زين اكمل لون تتوقع فيه؟ 2 3 4 5 6 7 مش عارفه ايش السنه الثانيه. ممنوع تمسكيهم وين بتمسكيهم حقتلك. انا فتشة رباني. ممنوع تمسكيه واذا بتمسكيه حقتلك. يلا احنا خوات على السؤال. احنا خوات. لا مش خوات. قبل ما خوات هلقيتها. بما انه ضايل عم حنحرفك فاحنا حنكون من هدول الحروف اللي ضايلة كلمة. هاي الكلمة انا بعرفها لكن شد جانا بعرفوهاش. هما لازم يرتبوا الحروف هاي عشان يقدروا يطلعوا الكلمة. طب وين الحروف اللي باقية؟ هتحطوهم بدائرة. هتحط عليهم. امشي سطر سطر. قاف نون. قاف نون. قانون. قانون. لا بلا هبل. امشي بالترتيب عشان ما تتلخبطيش. وادو هذول لك الاثنين. وادو هذول الاثنين. وهذا وهذا. لا استني انا بطلت ملحقه. هذه معهم. اللام والياء. في شيء ثاني. امشي سطر سطر. امشي دن 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 دن. لا لا خلص. طيب استنى هيك جمعنا. شوفوا كم الحرف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 حرف. هذا راح يكونوا جمله او كلمه. كل 16 حرف حيتجمعوا فيها جملة. أكيد مش كلمة. أكيد يعني مش كلمة من 16 حرف حتجمعك جملة. فأنت لازم تعرف إيش هي جملة. الجملة الجملة المفتاحية زي ما بيقولوا. وصلت. لقيتها. أحكي؟ لا أسمع. مش بس مش معقول إنك أخذت فزت وما كمان ما لقيتش. لا هاي ما لهاش علاقة. هذه بنجاحي وما عن وصلنا لها. أحكيها؟ لا قبل لحظة. قناة كوكتيل. وين اللام؟ في لمات. أنا لقيتها. هاي. هاي ها. كوكتيل شهد جنى. بدون تسقيب فخجا. أنا الكلمة المفتاحية طلعت قناة كوكتيل شهد وجنى.
طبعا ما اسمهاش قناة كوكتيل شاي ترجمة اسمها قناة كوكتيل شاي خذي انتي حردانة معلش خسرنا بناخد القلم هدية معنا نعوض على انتهت المباراة بالفوز لصالح فريق على هالقيدة الايدين لو سمحت انا ايدي حتنزل تحت عطب اللي تحت هاتي ايدك ويفوز معنا انت اللي ترفع ايدي مش انا انتوا شايفين اصلا مين اللي فاز الفائز شهد ارفعي كمان مره الفائز معنا شهد سقفيش امانه يا زلمه تزقفي والله بخجل يلا النهايه اول اشي حاسه انه جنى حتشمت فيا لما افتحه حاسه من تعامل المقالب هالبلاك اللي بيطلع بالاخر كحش يا رب يطلع يا رب ما تكسر خاطري وتخليش ناس ثانيه شو بتعرف فينا انا هلا ولا افرح ولا بدي ازعل عشان لو طلع جد هلا انت كان المفروض يكون في عقاب بس التاب لحاله عقاب كبير لازم الصراحه جدا وشماته وحقد على شهده وغل وكل حساكم مقلب مش عارفه ليش ماما وبابا حزعل زعل شديد وانتم بتعرفوا زعلي انا متخيبه املي ايش مقلب نيل مقلب على فكره على فكره اللدن بيفيد وقت الدوخه والزعل كمان او ماي جاد بالراحه ثانك يو فيري ماتش مش عارفه اوصف طيبة قلبك ايش ماله اللي بالراحة والله ما خيلته أمالي شدي يا جنى امسكه معلش استحمليني امسكه ايش فايدة ايش فايدة الكتاب اللي دم بفيد وقت الدوخة والله حقيقي لحد الآن مصدق انه حقيقي جنى معلش انا اسفة كتير لا تنسى تحطه لايك شير سبسكرايب عشان الفيديو الجاي ان شاء الله بفوز ان شاء الله ادعوا لها هذا ان شاء الله هذا ان شاء الله او ثاني مره بنعتذركم على فتره الغياب واستنونا بمحتوى جديد وحلو وفاخر من الاخر وبس سلام